وإننا سنعمل على ملاحقة كل من تسول له نفسه المشاركة في تلك المؤتمرات بجرم التخابر مع العدو والخيانة. المشاركون في سوتشي سيتعرضون للملاحقة القضائية بجرم الخيانة والتخابر مع العدو الروسي. وإن رسالتنا إلى هيئة التفاوض فإننا ننذركم بأن حضوركم لمؤتمر سوتشي يجعلنا بحل من هيئتكم. موقف لنقابة المحامين الأحرار بدرعا أعقب مؤتمرا للنقابة بحضور مجلسي محافظتي درعا والقنيطرة ووزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة. 2017 أصدر المجتمعون في مؤتمر النقابة الدوري العادي موقفا واضحا من مؤتمر سوتشي ومن المشاركين فيه، جاء في نص البيان التي تم اعتماده من الهيئة العامة بأن مؤتمر سوتشي هو خيانة لدماء الشهداء وللثورة السورية. أنا بالنسبة لي مجلس حوران الثوري لا بعني لا من قريب ولا من بعيد ولا يمثلني. خلال المؤتمر تطرق المحامون إلى الموقف من مجلس حوران الثوري، لكن قرارا نقابيا لم يتخذ بحق المجلس، واحتفظ المؤتمرون بمواقفهم الشخصية تجاهه. كان هناك دعوة نحو تصويت حول أنه هل نحن مع مجلس حوران الثوري أم لا، كان الموقف الحقيقي أنه نحن ما لم يتخذ موقف، وهذا بسبب يعني التباينات بالأفكار، أنه لأنه في عدد كبير من المحامين موافقين على مجلس حوران الثوري، في ناس غير موافقين على عمله وآليات انتقال الأشخاص. ولا القانون الإسلامي ولا القانون الشخصي، مش عارفين مش ماشيين لحد الآن. إعادة هيكلة دار العدل العنوان الحاضر في جميع مؤتمرات حوران المدنية منها والعسكرية، كان حاضرا في مؤتمر المحامين أيضا. وكما العادة شكلت لجنة لإعادة هيكلة دار العدل تتألف هذه المرة من مجلسي محافظتي درعا والقنيطرة إضافة إلى نقابة المحامين بدرعا. وجودها ضروري بالمحافظة، لكن الغاية من كل النقاش كان هو النقد البناء لتحسين العمل بدار العدل وإعادة هيكلتها لحتى ترتقي بعملها، لحتى تكون حقيقة المرجعية القضائية الكبيرة الأساسية بحورة. المشكلات الداخلية لنقابة المحامين لم تغب عن جدول أعمال المؤتمر، فتمت مناقشة الأمور المالية والتنظيمية لنقابة تعد الأكبر من حيث عدد المنتسبين والحضور الثوري بدرعا. دورة عادية لنقابة المحامين الأحرار بدرعا، لكن محتواها لم يكن عاديا، لم يتم التطرق إلى الشؤون الداخلية في النقابة فحسب، بل تعداها إلى شؤون سياسية وتنظيمية في الجنوب السوري وسوريا عامة. بشير أحمد، أورينت نيوز، درعا.